مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر المباشرة من مشروع فتح واحد نواحي من يخلف. معنا الأم ديال ياسين اللي بليلة ونهار حياته ضاعت، معنا الأم ديال ياسين اللي كتقول أنا ولدي هو اللي كان هازني بليلة ونهار مبقينا لاقيين من ناكلو، أنا ولدي كان كيخرج كيخدم وكيدمن عليا ودابا ولا طريح الفراش، ولدي وصلت بيه لواحد الدرجة مقلقان إلا كان ماشي الدواء، ولدي النبولة ديالو ولات كتسيل بالدم وما لقاش لي جال باش نعالجو. معنا هاد الأم هادي اللي كتقول أنا مبقاش كتهمني حياة ولدي، مبقاش كتهمني حياتي، بغيت غير ولدي يرجع ليا كيف ما كان. المهم السلام عليكم. عليكم السلام ولدي. عاودي لنا من الأول أمتي كيفاش طرالك لولدك؟ ولدي هاد الدرية مكيشرب دواء الأعصاب من واحد سنين، دابا مرضية بنبولة المرة الأولى مشي ديتو كلينيك المنبع، فتحت ليه كانوا عندي الفلوس، درت ليه العملية الأولى والثانية، دابا داك المرض ملي رجع ليه ولا كيبول الدم هو كانت خازن عليا شي عام، هو خازن علي عام هو كيبول الدم، قال لك ما قال لي والو، كنلقى حوايجو بعض المرات كيمشي يصبنهم، بعض المرات كيخزنهم عليا، تلقيت الدم في الطواليط، قلت ليه شنو هادشي، قال لي راني مريض. مشيت ديتو دوزت ليه قبل العيد الكبير، قبل العيد الكبير الجمالي قبل العيد الكبير، ديتو عند ياسين السير دكتور ديال النبولة، قال لي دا خصك دري مستعجل، خصك دي دغيا دي ديري ليه العملية. مشيت لكلينيك المنبع ما لقيتش محسنين تما، بقيت واقفة شحال وأنا واقفة. فهمتي بلي ما نجبدو السميات ديال الكلينيك عشان الطباخ، فغير عاودي لنا بلي ما تقولنا السميات. ما لقيت لا حنين لا رحيم، مشيت للمريض قول شديت الرانديفو، الرانديفو عطلو عليا، هو مستعجل خاصو مستعجل يحيد ديك الحبوبة، حنت إلا بقات راه قالوا لي خطر على الكلاوي، أنا خايفة على ولدي على الكلاوي وضيع من بين يديا ما بين صباح وعشية وليدي، اللي شي واحد اللي في قلبه الرحمة وعندو الولاد وكيعرف ما بينه وبين الله يدير هاد الخير ويدير هاد الأجر، يدير هاد الأجر في هاد الدري. واخا ماشي عاد مخليكش تعاودي لنا هاد الوليد هذا كيفاش كان قبل ما يمرض بهاد المرض هذا، ماشي كان مسكين كيدي الحوايج ديال البال، حوايج القدام كيشري من عند هذا وكيبيع لهذا وكيمشي يفرش في القيشة ولا كيصورها 500 درهم وكيجي فرحان ويجي ناس ويجيب ليا ومعاوني، دابا انا بوحدي اللي كنطيح وكنوض، ما حيلتي للصير ما حيلتي للمصروف ما حيلتي ما حيلتي لولدي مريض، عييت وقفت اتجهت ليكم أوليدي، والله سبحانه وتعالى هو فوق من كل شيء، شي محسن يحن فيا واحد في هاد الدري، انا بغيت والو، بغيت عملية لولدي ما بغيت حتى شي حاجة. كان هو اللي هزك أمشي؟ راه هو اللي هزني من كل شيء، إلا كنت أنا مريضة راه وخا يعمر ليا بالراد ديال تاي راه كنحس أنا براسي بأن راه واقف ليا شي واحد في كتافي، عطي لا ضاع مني هاد الدري راه ضاعت ليا الحياة كلها. راه عندي هو ما عندي لا بنات لا والو، الدري الوحيد اللي كنكساو هو هذا هو قدامكم. واخا ماشي ما كانش عاودي لنا قبل ما ناخذوا الكلمه ديالو سوا، يعني المعاناه اللي كيعاني الوليد هذا، عاودي لنا علاش كيعاني كل شيء هو كما قلت لنا، راه النعاس ما بقاش كينعس، الطواليت ما بقاش يقدر يمشي لها، كل شيء عاني من كل شيء، هو كيعاني من كل شيء، كيعاني من الحياه، كيقول لك ما بقاتش عندي الحياه. يعني ولا كيف فكرت تقول لك باغي اللهم نموت ولا هذا؟ ما بقاش عايش، انا نحسن نموت، انا ما قال كيقول لي انا ما نافعك بوالو، ما بقيت نافعك بوالو، وانا خايف على الكلاوي لا تقاس ولا مشاو الكلاوي، راه مشى الدري راه غيضيع عليا. الله يجعل سيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي شي محسن شي واحد في قلبه الرحمه يجي عندي ويهزو عيداوي، ما بغيت والو من حياتي، ما بغيت والو، وانا نموت بالجوع بالعطش ما تيهمش، عنده خلل نقليه وناكله. فكما قلت لي ولا شي باغي تبيع الدار على قول باش يرجع ولدك فيها. كنت باغي نبيعها باش نعالج ولدي، وبغيت الران ونمشي نسكريها بيت ونعتق ولدي ما نخليهش قدامي، تيبول في الدم وانا تنشوف ولدي كيضيع قدامي. يعني كما قلت لي الطواليت ما كيقدرش يمشي لها دابا بالالم. بالالم راه عنده الحريق ومريض، وبغيت لها تقول لي يا ربي لها تقول ربي. الى ربي عاتقو الله يجازيهم بخير، الله يجازيكم بخير، لكن شي محسن ولا شي محسنه راه غيب حي غيدير اجر، راه ماشي غيطيب ليا ناكل ومغلحهم في الطارو، راه غيدير بين قد بين واحد مريض بين حياته وبين موت. كملتي اسمحي لي،
كما قلتي لنا ان عام هو واخا مخبي عليك. مخبي عليا عام. علاش مخبي عليك؟ علاش ما قال لك والو؟ ما بغاش يخلعني حتى عارفني ما عنديش. كيقول لك انا بغيت نبقى تنموت وما نقولش ليك حتى غادا تكرفسي وما عنديش وما عارفني ما عنديش ريال. ولكن العام هو كيسير بالدم ما يمشي. عام. عام هو كيقول عن قيطات قيطات وهاد الايامات قبل العيد كان داك الشيء جاهد عليه. دابا عطاه الدواء عاد حبس عليه. حبس عليه. فكيما قلت لنا انه شي دواء ديال الاعصاب كيشربوا. شرب. علاش كان كيشرب دواء ديال الاعصاب؟ مالوش كنظهروا. والاعصاب ملي قراه وما خدامش بزاف د الحوايج وقع. يعني الدري قاري مسكين ماشي ما قاريش. قاري وعندو لافورماتيك اللغه الانجليزيه. يعني كيدوي باللغه الانجليزيه وعندو ديبلوم في لافورماتيك. كتشوف ولدك ضاع على قدامك. ضاع غادي يضيع قدامي غادي يمشي الا ما نقدوش الله وشي واحد الله هو قبل من كل شيء والا ما نقدوش ليا شي واحد راه ولدي غيضيع من بين يديا وانا هي الحياه ديالي هي الاول نهار الاخر غنمشي لدار العزاز. واللي معايشه كنمشي يعني عايشه على قبله. راه عايشه على قبل الدري هو عايش على قبلي رانا بجوج وعاد تكينا سول الاخر. كما كتشوفوا معنا وجه ديال الكرام هذه هي الام اللي كتبكي بحرقه على الابن ديالها كتقول انني انا مابقيتش باغا والو من هالدنيا باغا غير صحيحش ولدي يعيش. ولدك دابا شنو خاصو باش يولي لاباس ما يمشي؟ خاصو على العمليه. خاصو العمليه شي واحد شي طبيب شي واحد يوقف معايا في شي طبيب يدير لولدي العمليه ويكون بخير وعلى خير. هذه هي الحياه هذه هي الاميه ديالي. حتى دابا هذا هو الحج ديالي هذا هو الاجر ديالي اللي غدير انا. حتى الأب كدير الأجر في ولادها إلا كانوا مراض. أنا ما لقيتش جد. يعني أنت ما وصلتش وكملتي ما بقيتش باغا والو، قلتي واش نعطي المنصح؟ ما بقيت باغا والو، أنا كنت جات في شي كلوة أنا نعس ونعطيها لي، إلا كون قالوا لي كلوة حيدة أنا نعطيه كلوة إلا كانت صحيحة من الكلاوي ديالي. واخا نمشي كلمة آخر شو جا الناس المحسنين يقولوا نمشيو عند ياسين ناخذوا كلمة ديالو تا هو. أنا كنطلب من الناس المحسنين اللي في قلبهم الرحمة. واللي كيبغيو الاجر واللي كيبغيو الحج وكيبغيو الاخيره ما كيبغيوش الدنيا يديروا العمليه لهاد الولد يدير يعاونوني فيه ويديروا لي العمليه. واش ما كيقدرش ينوض دابا كيبقى ناعس؟ ناعس. واخا ناخذوا الكلمه ديال ياسين تا هو. خويا ياسين السلام عليكم. السلام عليكم. خويا ياسين الله يجيب الشفاء. اللهم امين. اول حاجه امك مسكينه عاودات لينا ما كانش جات قربنا شنو المشكل اللي عنده كيفاش وقع لك هاد الشيء هذا؟ عرفتي عرفتي من البرودة حيت ديجا فات على المولا جوج مرات فكري داك المنبع ورجع لي داك الميكروب دابا من المولا ودير لي حبوبة مرة مرة كندوز بالدم. كندوز بالدم اخويا ياسين؟ كندوز بالدم. شنو المعاناة اللي كتعاني اخويا ياسين؟ انا يعني المريض بقات شي واحد يوقف معايا حيدي الحبوبة هذه. يعني انت مابقاش باغي والو من هاد الدنيا؟ باغي والو باغي شي واحد يوقف معايا حيدي الحبوبة هذه. شي محسن الله يرحم لي الوالدين يوقف معايا حيدي الحبوبة. والوالدة مزيان الوالدة ديالك مسكينة معلية فيك؟ معلية فيا مقاتلة مع الوقت مسكينة. هي اللي واقفة معاك؟ هي اللي واقفة معايا. فاش كنتي خدام اخويا ياسين؟ 24 بالبال 22 في البال. ودابا اخويا ياسين؟ دابا مريح ما كنديرش حتى شي حاجة مرضت صافي ريحت. لو كان الناس يتعاونوا معاك ودير العملية ترجعش تخدم اخويا ياسين؟ نرجع نخدم شحال نبيع نمشي. كلمة آخر توجه للمحسنين اخويا ياسين. نطلبوا أي محسن في قلبه الحنانة والرحمة يشوف في حالنا ويشوف الوضعية ديالنا وقفي معايا يدير لي حيدي الحبوب ويدير لي عملية الله يحب لي الوالدين. كما قلت الوالدة ديالك اخويا ياسين أنت عام وأنت مخبي عليها ما بغيتيش تقول لها. ما بغيتش تقول لها. علاش خبيتها على ياسين؟ ما بغيتش تخلعها وعارفة ما عندهاش. ولكن المرضى هذا راه ما كيتخباش اخويا ياسين. عرفتها ما عندهاش مسكينة وهذه أنا خبيت على ذاك المرض. قلت لهم بغيت تقطع ما تقطعش ما تقطعش الدم شحال بغيت تقطع. شحال الدم دايز لك اخويا ياسين؟ شي عام دابا. عام؟ عام يوميا كيدوز لك الدم؟ يوميا لا. مشيتي عند الطبيب اش قال لك؟ عطاني ورقه مستعجله راه كاين تما. الورقه ديال اش الورقه هادي؟ ديال الميريز هو اللي خصك تمشي دير العمليه تفتح حيدو الحبوب. يعني خاصك ضروري العمليه مستعجله ليجونس اللي خصك تمشي تحيدها. ولا ما درتيش العمليه ياسين؟ غادي نضيع ما درتش العمليه. كما قلت لنا حياتك ضاعت اخويا ياسين. حياتي ضاعت لما درتش العمليه ضاعت حياتي ضاعت. وانت قاري اخويا ياسين ماشي شي واحد ما قاريش. قريت عندي ديبلوم في اللغه الانجليزيه وعندي ديبلوم في لافورماتيك اون جينيرال ودي. يعني هادشي كامل عندك وكتشوف دابا ان حياتك حياتي كتضيع لك هباء منشورا. حياتي ضاعت لي بهاد الحبوبه وبقيت خدام وبقيت ردام وبقيت حتى حاجه. المهم الوالده مسكينه اللي وقفه معايا. كون ما كانتش الوالده ديالك شكون اللي يهزك اخويا ياسين؟ ماكش غادي يهزني غادي نضيع ماكش غادي يهزني. المهم مسكينه الله يطول عمرها اللي وقفه معايا.
يعني امك صابره معاك مسكينه. صابره معايا ومقاتله معايا مسكينه. الله يطول. كلمه شكون تقولها للوالده ديالك اخويا زين؟ نقول لها يا ربي طول لي العمر ديالها وتخليها ليا مسكينه. الله يخلي لك الوالده. شوفني صحيت ان شاء الله. شكرا اخويا زين. شكرا ديالك. مولتي كما كنقولوا راه كاين رضا ديال الوالدين. كاين رضا ديال الوالدين وكاين رضا ديال الاولاد. مرضي ودرويش. الله يعاودك امولتي والله يشوف من حال وليدك. امين. كلمه اخيره باش توجه للناس محسنين. كلمه اخيره اللي كنقول الله يجزيه بخير اللي شد بيدي وشد بيد الدري وقف معاه. راه ما عنده لا حنين لا رحيم من غير الله. وانا وقف معايا تا هو راه جرت سيدي ربي وقف معاه ويجزيه. وراه بحال اللي حج وبحال اللي دار عمره. راه من عتق رقبه ومن عتق روح ومن عتق واحد مريض راه ربي يعتقو. الله يعتقو من النار ديال 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 الاخره ويعطي الجنه في الاخره ويعطي حج الدنيا وحج الاخره ويوقف معاه وليداته ويعوض ليه داكشي اللي غادي يدير به العمليه للدري. نطلب الله سبحانه وتعالى يعوضوا ليه في صحته ويعوضوا ليه في جيبه وفي وليداته. هذا هو اللي غنقول للناس المحسنين. شكون رقم الهاتف ديالك امي مشي؟ 06 41 16 85 61. عاود لنا الرقم ديالك امي مشي. 06 41 16 85 61. كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، هذه هي الام ديال الشاب ياسين اللي بليل ونهار كان خدام كيصرف على مولتو حتى شد الفراش. ياسين اللي ولا طريح الفراش يعني لمده ازيد من سنه وهو بحال هكا ما كيتحركش. فكنتمناو من الناس المحسنين، كنتمناو من الناس اللي باغي يديروا الاجر يشوفوا من حال الوليد هذا حتى يقولوا بلي حياته ضاعت. الوليد هذا تيقول بلي تنفضل الموت على نشوف امي كتعذب قدام عينيا. فكنتمنى من الناس المحسنين انهم يتعاونوا مع هذا الشاب هذا باش انه يدير عمليه ويحيد الحبوبه اللي في النبوله. الى هنا وصلنا قناه شاب قناه شوف تيفي نكشف بهذا القدر على امل نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.